توقعات برج السرطان الاثنين 8 فبراير 2021. تزيد طاقتك اليوم بشكل ملحوظ، ما يثير اندهاش المحيطين بك في الصباح. قد تكون منفردا، تقضي وقتك في التفكير بالأحلام، ولكن ربما تنهض فجأة لاتخاذ خطوة ما تغير مسار حياتك تماما. شارك الآخرين في أحزانهم وأفرحهم. فإذا إذا كنت لا تحتمل الارتباط بشريكك، لا تطلق الوعود لأنك لن تلتزمها. مهنيا، تجنب الأعمال التي لا فائدة مرجوة منها، ركز على الأعمال التي يمكنك النجاح من ورائها واستفد منها كنوع من الخبرة. صحيا، تناول القليل من كل ما تشتهيه من دون اتباع سياسة الحرمان التي تؤدي حتما إلى الإفراط في تناول الأطعمة لاحقا. عاطفيا.